بصراحة أنا لقيت شباب بمواصفات رائعة، مال وجاه وجمال وعز وثقافة. إيه بس كلياتهم بيشتركوا بصفة واحدة أنا كتير بكرهها بزوجي المستقبل. شو هي؟ اللطف والحنية. بالله شو؟ لك إيه، أنا بدي زوجي المستقبل يكون إنسان سادي، يعني معقد، إنه يسفقني القتلة يدوخني تدويخ ويضل عم بيقاتل دبان وشو من الصباح للمساء. إيه بسيطة، ما بدها شي، طلبي من واحد من هدول إنه يضربك. شو فيها؟ في شغلات إذا بتطلبيها بتفقد قيمتها. وحياة جارتنا ما فيك البرغي. طيب خلص مثل ما بدك، بس انت يا معلمتي يا نوال انه عرسانك جاهزين، فيك تنقي اللي بدك اياه وقامت وخلصت. مو هون المشكله، لان انا عملت تصفيه وبرغله غربله، برغلت كل عرسان وترشح ثلاثه لامتحان القبول النهائي. حلو كثير هالحكي، ومين النبلة صغرى؟ لا والله كل شيء بوقته حلو، بس بصراحه انا خايفه من الانتقال من مرحله الانسه لمرحله المدام. بس والله انا شايفه انه كثير مكبره القصه، يعني الشغله كلها شكل دبو. وجاي يخرب بيتك، وين راح مخك؟ والله انا ما هيك قصدت، لك انا قصدت الحياه العامه، يعني الحياه قبل الزواج مو نفسها بعد الزواج. ايه كمان بسيطه. ولك شلون بسيطه حبيبتي؟ هذا الزواج ما له لعبه، والله اذا ما عجبتنا بنبدلها. لك ايه بس يعني فيكي تجربي حياه الزواج قبل الزواج، يعني برافو. ولك يبعت لك حمى على هالافكار، ولك عيب عليك ولا عيب، يعني معقول جيب العريس واسكن انا وياه بنفس البيت؟ قالوا اذا ما عجبني قلعوا. ايه بس مو زلمه. لا هي البنت اكيد طق عقلها. يا ستي انت اللي نيتك عطله، انا رح جيب الفحمات وبشرح لك. مظبوط. ستي تشرحي لي. وانا بعملك كزوجه. ايه وبنقوم بكامل الواجبات الزوجيه على اكمل وجه. موافقه. نباشر. هاتي عميدك وامي حطي غدا لشو. بالله ليش مين الخدامه، انا ولا انتي؟ اسمعي ليه، انا زلمه بحب الراحه ببيتي وعندي مزاز. ايوه يعني انا ما تزوجتك لا موظفه ولا دارسه مشان تتمردي علي، انا تنتين ونص الغدا بيكون جاهز. مفهوم؟ مفهوم. كسري عينك لشوف. الله يرضى عليك وامي حطي لنا لقمتين. تأمر. تدري؟ لا هي مصدقة حالها انها جوزي. والله هذا الحكي ما بيمشي حاله مع بنوب. رشا؟ وليه رشا؟ شو الساعة؟ 5. وليه؟ ما قلت لك تفيني بعد ساعة واحدة انا؟ ايه ما شفتك. قصدي شفتك نايم بعمق، ما حبيت ازعجك. بعدين وين فنجان القهوة؟ بحياتك ما تفيني قبل ما يكون فنجان القهوة جاهز. حاضر، 5 دقايق وكل شيء بيكون عندك. ايوه. طيرت لي الناعوسة افضل. ايوه. بيت بيت بيتي. ايش شو هالقهوة هي؟ اسمعي ليه، من بكرة بدك تركزي لي ايديك. وكمان بتبدلي لبس هالنطوة هاد، وبتلبسي لي تياب شيت متزوجين. ايوه هذا تكبرني. وين يا مهون حبيبي؟ نازلة على السوق، ناقصني كم غرض. بعدين مو انت قلت لي جيب كم غرض مشان متزوجين؟ ان قبري تتري فوتي لجوا. ليش هيك عم تحكي معي؟ اسمعي ليه، انا رجال هذا البيت وما بتطلعي منه وما بتتنفسي ولا نفس بلا ما تاخدي اذن من مني، فهمانه؟ طب هلا انا شو لازم ساوي؟ هلا بتفوتي وبتكتبي لي كل طلباتك على ورقه وانا اللي بجيبه، وما في طلعه من هذا البيت، وتلفزيون ما في، وموبايل ما في، وما بتتحركي ولا حركة إلا بإذن من مني. إيه لا بقى، هي العيشة معك ما بتنطق. أنا ماني غنمة عندك، أنا أنثى إلي استقلاليتي إلي وجودي إلي كياني. أنت هيك عم تعطيني لي شخصيتي بنوب، وأنا هاي الحياة ما بتناسبني بالمرة. المعنى طلقني.
من ها عم تحكي؟ والله مثل ما سمعت. ماشي يا نوال يا بنت ام نوال، روحي انت طالق طالق طالق. معلمتي شبكي عم تركي والله العظيم عم بسدل انا شبكي. والله صدقت من عقلي وفكرت انك طلعتني. الله يسعدك اللي بدك تاخذك. لك معقول طلق لك معلمتي شبكي؟ لك خلص شبكي. ليلى اذا هيك الزواج انا ما بدي اياه بنوب، ناقصني على اخر هالعمر يجيني رجال يتحكم فيني. بس يا معلمتي انت ما جربتي غير وجه واحد من اوجه الزواج، للزواج اوجه كثيره، انت شفتي بس الوجه الشائع للزواج ببلدنا. هاتي لنشوف، فرجينا شي وجه. مستعده؟ مستعده. حبيبتي انا؟ طبعا انت بالمنطق وبالعقل في حدا بالغرفة تاني موجود غيرك؟ لا والله مزبوط، معناتها أنا. طبعا أنا رايح أعمل كاسة شاي لإلي، تساوي لك معي؟ والله يا ريت. يقبرني مقلسه يا نوال، هاد شي عادي وتافه، ما بصير انك تقلقي راحتي وافكاري بهيك اشياء، انت امراه حره. عفوا حبيبي، بس خفت تزعل اذا رحت بلا اذنك. لعي 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 لعي، نوال من اول زواجنا متفقين انه انا ما بحب حكي النسوان، بعدين نحن زواج منطق وعقل، يعني انت حره بحياتك الشخصيه وتصرفاتك طالما انت ما عم بتفوتي على محيط ودائره حياتي الشخصيه ومصرياتي. يا نوال ليش حبيبي؟ شو الفرق؟ مصرياتي ومصرياتك واحد. لا يا نوال، مصرياتي ومصرياتك مانن واحد، لانه انا كينوني مختلفه عن انت. انت يا نوال، انت الوحيده اللي قادره تتصرفي بهكذا موقف شخصي، وبرافو عليكي انك ما رديتي. وبلكي كان شي حدا عم بيعاكسني. برافو عليكي انك ما رديتي. طيب وبلكي كان شي حدا على الطريق عم بيعاكسني. فيكي تردي يا نوال وفيكي ما تردي يا نوال، انت حره يا نوال، انت امرأة كاملة ومتكاملة وناضجة، ما بصير تفكري بهي الطريقة، بعدين نحن من اول زواجنا متفقين على عدم النق يا نوال. يعني انت ما بتغار علي؟ نوال نوال نوال، مستحيل انك تتهميني بهذا الاتهام، أيعقل يا نوال انه انا اصاب بعدوى الامراض الاجتماعية السارية كالغيرة وما الى هنالك؟ لا ما بتغار علي، يعني انت ما بتحبني. نوال شو دخل الحب بهي الامراض الاجتماعية يا نوال؟ انا بالنسبة لي عادي يا نوال، انا ما بكرهك يا نوال. واذا انت ما بتحبني ليش تجوزتني؟ فيني افهم؟ لانك امرأة متوسطة الجمال وميسورة الحال يا نوال. بالله هلا هذا اللي طلع معك اخر شيء؟ ولك احكي معي شي كلمة حلوة، ولك جاملني كذب علي، ولك قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال. شو تمثال وما تمثال يا نوال؟ شو هالحكي الفارغ الفارغ من كل محتوى؟ هذا الحكي انا ما بيناسبني، انا رجل فكر وعلم وفقه، انا لا اقبه بهكذا امور تافهه يا نوال. ما هذا الذي تقولينه يا نوال؟ قال تمثال وما تمثال. ولك اشتهيت شي مره من اول ما تزوجنا تسمعني شي كلمه حلوه، ولك انت شو؟ انت حجر؟ انت بلا احساس؟ عبس. هلا كل هاد يا نوال لاني ما بتعامل مع هذا المرض اللي اسمه الغيره. نوال
نحن مهما حاولنا نعطي المرأة حقها بالمجتمع يا نوال، على ما يبدو أنه هي رافضة رفضاً قاطعاً وباتاً أنه تكون شخص مستقل الكينونة يا نوال، وموجود بشكل شخصي وذاتي يا نوال. شو عم بتحكي أنت؟ هذا الحكي مرفوض، مرفوض نهائياً. أنا بدي إياك تكوني شخص مستقل، لك كينونتك، لك حريتك بالتعامل بهذا المجتمع يا نوال. لازم أنت تنفصلي عني كالجنين عندما يخرج من بطن أمي يا نوال. ينفصل، ينفصل بشكل نهائي عن الأم يا نوال. ولك أنا بدي حب، بدي إحساس، لك بدي أحس حالي إني أنا أنسى. شو هالرقة واللطافة يا نوال؟ لك أنتي أميرتي يا نوال، أنا وصغير شفتك بمنامي لابسة الفستان الأبيض، لهلأ بتذكر العيون يا نوال، بتذكر الوش يا نوال، ملكتي نوال، ملكتي نوال. حبيبي ما زعل؟ إيه والله يا نوال جعت كتير، عصافير بطني عم بتزقزق وتقول بحبك يا نوال، بحبك يا نوال، بحبك يا نوال. شو بتحبي تاكلي يا عمري؟ حبيبي انا هلا بطبخ لك. لا شو تطبخي لي يا نوال؟ معقول هالانامل يطبخوا يا نوال؟ معقول هالانامل يتحركوا يا نوال؟ هدول مكانهم هون يا نوال، بين ايدي، بين اصابيع ايدي يا نوال. طيب حبيبي شو رايك ناكل بيتزا؟ بيتزا بيتزا يا نوال، يا ريتني بيتزا يا نوال. نوال حبيبي انا رايح وراجع لك، ثواني بكون عندك. نوال رح اشتاق لك يا نوال حبيبي، رح اشتاق لك يا نوال. مع مين بدك تحكي يا نوال؟ حبيبي بدي دق لمطعم. مع مين عم بتدقي يا نوال؟ مطعم يا نوال عم تجرحيني يا نوال. حبيبي بدي دق لمطعم البيتزا. عم تحكي يا نوال؟ نوال معقول؟ معقول يا نوال؟ لك يا حبيبي مو هلا اتفقنا ندق لمطعم البيتزا مشان ناكل؟ لا يا نوال، لا يا نوال، لك انا بغار عليك من نسمة الهوى يا نوال، بغار عليك من زرار الموبايل يا نوال، هذا الموبايل ما بقى بدي اشوفه بايدك يا حبيبي. لا لا على قالك رشا يعني؟ عم بتشك فيني؟ لا يا نوال، لا يا نوال، انا بدي شك فيك يا نوال، انت اغلى من القلب، انت اغلى من الروح يا نوال، ولك انا بغار عليك، عم اقول لك بغار عليك. من يوم ورايح يا نوال، كرمالي كرمالي يا نوال، ما بقى بدي يبين منك شي غير اصابيع ايديك يا نوال. وشو رايك كمان تحطني بقلبي وتحبسني؟ يا ريت يا نوال، يا ريت فيني حطك بقلبي وما خلي حدا يشوفك يا نوال. لك ايه خلص بقى، حل عني طاقات اللي